عيوني وجواب راحة يا ختك القوي يا نور. بشبك اللذيذ بشبك، أنا ممكن بشبك جدا بشبك مخيم نعمانة فاتح. الله الدنيا وفين نشبك بس يكون عشان مديان من عناية بكم دول؟ بتمنان اهدا كتير قوي يزوم شوية 50 بس ما ينفعش يو 55 ما تكتبنيش بقى حبقى البنت قلت ايه من عناية جميلة فاعل يلا بقى ده انا حبس بنتك كل يوم من عناية ايه تقول ايه بنتك بالشكل ده؟ ده انت عيانة هو انا خرجت ده انا كنت في الجنينة فوق اللي رايح واللي جاي واقفة مع راجل غريب بتهزري معاك كمان هو ده راجل يا سي نجيب ده بتاع المشبك قد ابويا قلت لك ما تخرجيش من باب البيت ويا ريتك خارجه مستوره ولا تزعل نفسك يا سي نجيب هدي اخلاقك شويه انا خايفه على اعصابك انا مش زعلانه علشان انت زعقتي بالعكس انا عارفه انك عملت كده علشان بتحبني وبتكون تخيل وغيران عليا ومهما خديت بيبان عليك اشخط فيا كمان يا سي نجيب اضربني لو لا يريحك والبتاع اللي معانا ده هقطعه قدامك ما قلتش لبسه تاني انا بقالي 3 شهور معاكم هنا وبمراجعتي للتقارير اكتشفت ان في ناس بتشتغل اكتر من المطلوب وناس ما بتشتغلش خالص ودي مش غلطتهم طبعا الغلطه في نظام الاداره نفسه عشان كده انا عملت تعديلات جذريه عشان احط الرجل المناسب في المكان المناسب برافو في المكان الا اسلكت صدورنا امال الا ان الصواب سيادتك اكتشفت قش الملاكه اقعد دلوقتي رؤساء الاقسام هم اللي هيستنوا معايا والباقي اتفضل يروح يشوف شغله دلوقتي انا عايزكم تصرحوني بكل السلبيات اللي بتعطل سير العمل طمن يا فندم العمل ماشي على سنجة 10 سلبيات ايه يا بيه نام انت وضيع بعدين خرج نفسك من جو العمل ده شويه روح عن النفس اصل احنا ساعة البيت قسمنا الاسبوع بينا وبين بعضنا ايه يا ساعة البيت بننا بعضنا كل ليله نسهر بيت واحد مننا ساعة انك بصعب اكبر وطبعا السهر ده بعد ساعات العمل تمام يا فندم تمام بعد الشغل ما يبقى لسه فندم ولازم انه بنعمل احداث لطيفه ظريفه عائليه بريئه فندم بريئه ايوه سعادتك بتفرح يا ريت حضرتك تتنازل وتشرف معانا ونسهر مع بعض وتبقى تيجي وتجيب معاك المدام انا والمدام انت ازاي تتجرأ وتتكلم معايا كده هو انا غلطت في حاجه على المؤاخذه ده انا قصدي نسلي سعادتك انت والمدام اسف انا اصلي ما اتعودتش على السهرات دي انا ما سهرش بره البيت الا للضروره القصوى يا سلام يا فندم امال سعادتك بتقضي وقت فراغك فين يا فندم في البيت وسيادتك ما تزهقش لا اتعودت انا لازم نكمل متجوز جديد ايوه فعلا انما انتوا يهمكم الحكايه دي فيه ما هو دي تكون السبب في ان سعادتك ما بتخرجش ان شاء الله احسن دايما في المعمول مكاني لا يا استاذ انا بصرف في البيت عشان اخلص شغل المصلحه اللي متاخر او كده ماله ده زي الملاك اللي نازل من السماء يخليك ليا يا سيدي اي امر تاني لا ولا حاجه متشكر ايه ده؟ هيكون مين ده؟ اكيد حد غلطان في الشقة يلا يلا خشي انتي جوه الحساب والتاني تشفتيش يكون حد غريب مش انت اللي مقيل في نجيب يا ستي كنت بقى منك شفتيش خشي جوه يلا ايه رايك في المفاجأة الظريفة دي؟ سلي اهلا وسهلا افكار بدي افكار افكار مساء الخير اهلا وسهلا انا مرات النادر مساء الخير مساء الخير حرمنا مفاجاه اهلا وسهلا امال فين الفاتح ان شاء الله اولا استلم يا سيدي الهديه بتاعت الساده الزملاء جمعنا من بعضينا وقلنا نجيبها ابتهاجا بعيد زواجك السعيد احنا اكتشفنا ان دي الطريقه الوسطى اللي تخليك تندمج معانا وتاخد علينا يعني صح
بقول ايه، هو المدام بتاعت حضرتك فين ولا موزع عشان نبارك لها؟ المدام اصلا نايمه فوق في السرير عشان تعبانه شويه. عندها ايه؟ يعني معاها شويه انفلونزا. ولا يا ابو زفني. ايوه نورها فورا من الزخم. لا 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 فورش ما يلزمش، متشكرين جدا. طيب اتفضلوا استريحوا لحظه واحده. اتفضل. مين دول يا فنانين؟ يا ست جماعه الموظفين اللي عندي في المصلحه قال لي جايين عايزين يتعرفوا عليكي. شفت لو طفيتهم والنبي؟ طب اطلع طيب. ايوه مين ايه وش عشان يتكلموا من الكلام ده؟ حقيقه عندك انفلونزا. يلا شوفي اتصرفي يا امي اي حاجه ساعه عشان اشوفي صرف اخلص منهم. ما كنت بقول لك ايه، خلصينا خمسه بسكتاتهم على خليكي تعملي حاجه كويسه. كويس منظاره وخفف. ثانيا سريا افكار اجمع. السلام عليكم. مع الف سلامه. تفضل. مع السلامه. تفضل. لحظه واحده من فضلك. نعم خدوا دي معاكم. ليه كده ساعه بيتك سيفنا بس؟ انا ما بقبلش الهدايا، فاهم ليه؟ لاني انا بعتبر الهدايا نوع من الرشوه. وما تزعلوش مني، تقولوا عليا متخلف، تقولوا رجعي، تقولوا قفل. حاشا لله ينقطع لساني اللي يقول عليك كده. ينقطع ما ينقطع، انا طبعي كده ومحدش يزعل مني. احنا مش زعلانين، احنا خايفين على زعلك انت. لا 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 مفيش حاجه، تصبحوا على خير مع الف الف سلامه. يعني ما انتش عايز الهديه؟ بالسلامه. قال لك مش عايزها. يلا بينا. اموالنا ردت الينا. يلا قفلنا. يلا 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 يا سمير. يلا في جنبي يا عم. يلا يعني تعمل علي. يلا يلا قفلنا. ايه اللي انت عملته ده يا نجيب؟ ما ينفعش كده يا اخويا. كل واحد وله طبعه وانا ليا طبعي. خلينا اتحلنا، البعد عن الناس دي غنيمه. عمرك يا سنجيب انا زهقانه، ممكن نخرج نشم الهوا شويه؟ يوم تاني انا ورا، انا ورايا شغل يوم تالتي. بعيد تنظيم الاداره من اول وجديد. طيب ممكن انا وانت نقف في البلكونه حتى؟ خلص شغلي واجي اقعد معاك يا عمارة. طب اشبعك كام على البلكونه يا سنجيب؟ مفيش مانع، بس البسي هو وحطي شرب كده لف رقبتك بشعرك بكله كده غطي يعني. خرابي خرابي على العيشة. قلتي حاجة يا عمارة؟ لا يا سنجيب سلامتك. معلش يا نجيب معلش. طمنيني عليها لحظة مجروفة عليها. اقري يا صبري. هي برضه نورها يخاف عليها. اسمعي يا ستي، وحشاني يا ماما قوي، ووحشني كلامك الحلو. انا عايشه هنا في جنة، فات عليا شهر كانه ساعه. الحياه حلوه ونجيب مخليها احلى واحلى. احلى واحلى؟ اه طيب. الحقيقه شايلني على كتف الراحه، مديني حريتي على الاخر. ربنا يخلي لي نجيب. بس يا رب يكتب. بس انا مش مصدقه ولا كلمه من اللي قالتها. معقولة نجيب دي حريتها زي ما بتقول؟ هو احنا تايهين عن نجيب ولا ايه؟ ما جايز نورة تكون عملت شوية بتوعها، قالت بعقل حلاوة. عشان كده قلت مش ممكن اجي بورسعيد من غير ما اعدي عليه. يا ختي ده انت النواره بتاعتي كلها
زي وماما زيها كويسه قوي. لما قرت جوابك اطمنت خالص. بس برضو قلقانه شوي. ليه كفل الشهر؟ عشان مفيش حاجه في السك. ربنا يسهل يا صفيه، كل حاجه باوانها. هو ايه اختفال ابد يا اختي؟ بقالكوا 3 اشهر، كان لازم تثبتوا وجودكوا بقى. والله انا بعمل اللي عليا يا صفيه. ليه؟ هو الاستاذ نجيب يعني يا اختي عليك يا صفيه انسافر على طول كده. طب تعالي بقى احكي لي عن اخبارك مع نجيب بالتفصيل. نجيب بقى زي الخاتم في صباعي. روح كده حاضر، تعالى كده حاضر، مفيش خروج من البيت. من عيني يا ما نفسي اصدقك. طب احكي لي بايه؟ ترهنيني؟ لا تبقي كسبتي الرهاب. شفتي؟ ازيك يا صفيه؟ اهلا يا نجيب. ايه ازيك؟ الحمد لله.